السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 14 بالنسبة لا فورماسيون اكسل اونلاين سور يوتيوب اللي هي لا فورماتيك دو جيستيون. يعني كما تبعت معنا بالنسبة للبارتي اللي فاتت شفنا لا فونكسيون، يعني بدينا بالنسبة لا فونكسيون دو كونتاج، يعني فونكسيون دو كونتاج. بقينا نشوفوا ان شاء الله لي فونكسيون دو ريشيرش. بالنسبة لي فونكسيون دو كونتاج بدينا فيهم شفنا لا فونكسيون ان بي فالور، شفنا لا فونكسيون ان بي، يعني اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا فونكسيون ان بي في. On chauffe que d'aller la fonction mp si. Après, on chauffe inchallah la fonction somme prod. On chauffe la fonction somme si. Et à l'inverse, on inchallah, on chauffe la fonction mp vide. On chauffe la fonction mp si. On chauffe que d'aller la fonction mp si ensemble des caractères. Et maintenant, on inverse la fonction vide. On inverse la fonction vide. Et je n'ai l'utilité de la fonction vide. بالنسبه للفونكسيون فيد، هي واحد الفونكسيون اللي كتحسب ليا العدد ديال لي سيلول اللي هما فيد، يعني كونتير لو نومبر دي سيلول فيد دون بلاج دي سيلول. ملي كيكون عندي واحد البلاج دي سيلول كنشوف فيه العدد ديال لي سيلول اللي خاويين. بالنسبه لا سانتاكس ديال لا فونكسيون هي ايغال ان بي فيد، وكيكون عندي الداخل ديال الاقواس لا بلاج ديال لي سيلول اللي كنقلب فيه على لي فونكسيون على لي سيلول اللي هما فيد. كما قلت لكم ان لا سانتاكس ديالها كيساوي اللي هو السنتاكس اللي هو ايغال ام بي بوان فيد، وكان عندي لا بلاج. لا بلاج ريبريزونت، شنو هو لا بلاج؟ هاد لا بلاج هو هاديك البلاصه ولا هاداك البلاج ديال لي سيلول، المجموعه ديال لي سيلول اللي كنقلب فيهم على العدد ديال لي سيلول اللي هما خاويين. وهنا شنو هي لا سيلول اللي كيعتبرها الاكسيل خاويه فيد، وشنو هي لا سيلول اللي كيعتبرها الاكسيل ما خاوياش. بالنسبه لي فونكسيون اللي مكتوبين فيهم ارقام، مثلا دي تكست باينين، دي فونكسيون كيتعتبروا دي فونكس عامرين، يعني فيهم فالور. بالنسبه لي بالنسبه او ثاني لي سيلول اليوم فيهم ما فيهم والو خاويين كيتعتبروا فيد. وعندنا هنا واحد لوكا ملي كتكون عندي مثلا هنا كان في لا سيلول دو غيومي خاويين، دو غيومي خاويين يعني تكست خاوي، تكست خاوي هنا كتعتبر فيد، كتعتبر فيد. ولكن ملي كيكون فيها واحد الفالور زيرو الاكسل ما كيتعتبرهاش فيد، يعني كتعتبر فالور. انا واحد ليميت ملي كيكون عندي واحد البلاج ديال سيلول في هاد الفونكسيون سي، ملي كتعطينا ملي كتعطينا بالنسبه لا فونكسيون ملي كتعطينا في لا سيلول هاد لي دو غيومي خاويين يعني كتعتبر فيد، وملي كتعطينا زيرو كما قلت لكم كتعتبر فالور يعني عامره. نشوف واحد الابليكاسيون باش يبان لكم البلان اكثر. عندنا واحد لو طابلو سيفونت ريبريزونت اول ليست دي بيرسون ايتي ريبريزونت لور دون اكزامان، يعني دوزو واحد ليكزامان سيغتان كونديدا كي اون تي اوبليي دانسكريغ لور نوم سور لي كوبيي، وكاينين دي كانديدا اللي نساو ما كتبوش سميت ديالهم على لي كوبيي وكتعتبروا انهم ما دوزوش الامتحان. لوبجيكتيف هو كونتير لو نومبر دي كانديدا نو نوتي، يعني العدد ديال لي كانديدا اللي ما عطاوهمش واحد لا نوت، العدد ديال لي كانديدا اللي ما عندهمش واحد لا نوت. هنا باش نحسبوا العدد ديال لي كانديدا اللي ما عندهمش لا نوت، عندنا كما قلت لكم واحد لا ليست دي كانديدا، وبغينا نحسبوا العدد ديال لي كانديدا اللي ما عندهمش لا نوت، يعني ما عندهمش لا نوت. هنا واحد الكا اللي هو سامبليفي، حيت ملي كتشوف دابا كتقول لك كنحسبوا لا فونكسيون سي باش نشوفوا بلي كاين عندنا دو، هنا راه باينين، ولكن هاد لي فونكسيون كتكون عندهم واحد لوتيليتي كسر ملي كنلقاو مثلا قدام واحد العدد كبير ديال لي كونديدا، مثلا دي بيرسون اللي كيدوزو الامتحانات في مثلا في لي فاكولتي بالنسبه لواحد الموديل مثلا الكونتابيليتي دو سوسيتي، كيكون عندهم واحد العدد كبير ديال لي بيرسون اللي دوزو هذاك ليكزامان، يعني واحد العدد كبير 2000 تقدر تكون 3000 تقدر تكون 200 تقدر تكون على حسب لا فاكولتي اللي كاين فيها. يعني هنا كيكون عندي واحد العدد كبير ديال لي بيرسون ولا واحد العدد كبير ديال لي كانديدا، ما تقدرش تبقى تشوف مثلا مانيولمون تشوف عدد لي كانديدا اللي ما عندهمش واحد النوت. هنا كنستعملوا لا فونكسيون ان بي فيد، يعني نشوفوا شحال من واحد ما عندوش لا نوت. هنا كنديروا لا فونكسيون ان بي فيد كما قلت لكم، يعني كنديروا ايغال ان بي، هي عندي ام بي فيد، كندير دوبل كليك، وخاصني ندير لا سيليكسيون ديال لا بلاج ديال لي كانديدا اللي كاين فيهم لا نوت ديالهم، وكندير اونتري. هنا عندنا جوج ديال لي كونديدا اللي ما عندهمش لا نوت، لا كونديدا 2 ولا كونديدا دا ولا كونديدا 5 ولا كونديدا 5 كما قلت لكم. هنا دي كا سامبليفي، ولكن هاد الفونكسيون كتكون عندها واحد لوتيليتي اكثر ملي كيكون عندي واحد العدد كبير ديال لي كونديدا. من بعد ما شفنا لا فونكسيون ام بي فيت، دابا نشوفوا لا فونكسيون ام بي سي، بينما اسمي لها يعني حسب ليا، ولكن سي لو كاركتير ريسبكتي، يعني اللي كنقولوا ام بي سي كنقولوا الاكسل حسب ليا شحال من سيلول عندنا هنا بالنسبه لواحد لابلاج، بالنسبه لواحد لابلاج دي سيلول، وخاصهم يحترموا واحد الكاركتير. يعني هنا كنستعمل لا فونكسيون ام بي بوان سي، اوكي يكون عندي لابلاج
اللي بغيت ندير نحسب فيه العدد ديال لي سيلول اللي كيحتارمو هاد الكاركتير اللي كيكون عندي هنا. بالنسبه لابلاج، لابلاج هو اشنو هو هاد لابلاج؟ هاد لابلاج هو ديك لا باز دي دوني اللي غنقلبو فيها على حسب لو كاركتير اللي كاين اللي بغيناه هنا مثلا. و لو كاركتير غنشيرشي هو لو كتر هاداك هاد الكاركتير دوني هو هاداك الكاركتير اللي بغينا اللي كنقلبو عليه. نشوف واحد لابليكاسيون باش يبان لكم البلانكتر. عندنا واحد لو تابلو سويفونت، ولا هاد لو تابلو سويفونت فيه لو فون ديال لي ماتيريال ديال انفورماتيك، فيه لو فون ديال لا ماتيريال ديال انفورماتيك. و فولي سافوار كومبيان دو فوا فو افي فوندي تاسوري، يعني بغيتي تعرف شحال مرة بعتي لا سوري، او كومبيان دو فوا فو افي روسو اون كوموند دون كونتيتي سوبيريور او ايكال ا 10 اونيتي. يعني بغينا نعرفوا جوج ديال الحوايج. المرة الأولى بغينا نعرفوا شحال من مرة بعنا لا سوري، يعني غيكون عندي واحد ليست دي فونت ديال الماتيريال انفورماتيك. المرة الأولى بغينا نعرفوا العدد ديال المرات اللي بعدا فيها لا سوري، يعني هنا لو كاركتير لا سوري. بالنسبة للدوزيام بارتي بغينا نعرفوا العدد ديال لي كوموند اللي هما سوبيريور او ايكال اديس، يعني هنا الكاركتير سوبيريور او ايكال اديس. نشوف هاد لابليكاسيون في الاكسل. عندي هنا لا فونكسيون ام بي سي، عندي هنا لو تابلو اللي فيه لي دوني، يعني عندي هنا لا دات ديال لي كوموند، عندي هنا لي برودوي كوموندي، وهنا عندي لي كونتيتي لو بري ديالهم، وهنا لو توتال يعني لو كونتيتي فوا لو بري. يعني هنا بغينا نشوفو شحال مرة بعنا لا سوري. يعني هنا كيما قلت لكم دايما ندير هما دي كا اللي هما تخي سامبليفي. مثلا وسط واحد لانتربريز العدد ديال لي كوموند، مثلا اون كروند لانتربريز العدد ديال لي كوموند اللي كدوزهم هما واحد العدد كبير ديال لي كوموند، ماشي مثلا 7 ولا 8 ولا 10 ديال لي كوموند. كيكون عندي واحد العدد كبير ديال لي كوموند، 200 كوموند في الشهر ولا 80 كوموند في الشهر ولا 1000 كوموند في الشهر، على حسب على حسب هذيك لانتربريز واش كبيرة، واحد لانتربريز واش كروند انتربريز ولا واحد بيتيت موين انتربريز. يعني هنا بغينا نشوفو شحال مرة درنا لا كوموند ديال السوري، شحال مرة دارت لنا لا كوموند، حيت هنا لو فون يعني حنا اللي كنبيعو، شحال مرة جاتنا واحد لا كوموند اننا نبيعو دي سوري. انا كنستعملو لا فونكسيون ام بي سي، يعني كندير ايكال وكنكتب ام بي او كنكتب هنا ام بي سي، كندير لا سيليكسيون ديال اللي هنا لي برودوي، يعني هاد البرودوي يعني عفوا بصح هادشي كندير لا سيليكسيون ديال هاد لابلاج. ابخي كندير لو كاركتير ديال لو كاركتير هو بالنسبه للكاركتير، انا بالنسبه للفونكسيون ام بي سي الكاركتير خاص ديما يكون ما بين كيومي، يعني خاص نكتب كيومي نكتب سوري. وبالنسبه لعاد هاديك سوري خاص هاديك سوري تكون ايكال، عفوا هاديك السوري خاصها تكون مكتوبه، نديرو هنا ونكتبو سوري سو. ومني بلي بليج بالنسبه لهاد البارتي بالنسبه للكور كيكون عندي عندك مثلا لا سوري خاصها تكون مكتوبه كما مكتوبه عندي هنا في لا سوري. مثلا في الامتحان كيعطيك اربع ديال لي فونكسيون كيقول لك شحال شنو هي لا فونكسيون اللي صحيحه. مثلا بالنسبه لواحد فونكسيون كيدير فيها صحيحه كامله اشنو كيحيد؟ مثلا كيجي كيحيد هاد اي، كيحيد اي كيكتب لك سوري ما فيهاش اي، انا فونكسيون خطا حيت الاكسل ما غاديش يفهم عندك هاد واش هاد لا سوري اللي كتهضر عليها، خاص تكتبها كيما مكتوبه عندك في الطابلو. عندي هنا سوري خاصني نكتبها هنا في لا فونكسيون كيما مكتوبه عندي في الطابلو باش يفهم الاكسل. وكنديرو اونتري، يعني العدد ديال المرات اللي جاتنا واحد لا كوموند فيها كوموند ديال سوري، يعني اربع المرات، يعني عندي وحده نهار 1/11 ونهار 4/11 ونهار 6/11 ونهار 18/11، يعني هادو لي فون ديال لو موان 11. ابخي بغينا نحسبو شحال مره جاتنا واحد لا كوموند فيها واحد لا كونتيتي كبر من 10، يعني نخدمو لا فونكسيون ام بي سي سي لو كاركتير ريسبكتي. كنديرو عفوا لا بلاج ديالي، مثلا هنا خاص نكتبو واحد لا بلاج، مثلا كنكتبو دي 4 دو بوان دي 4، مثلا حنا عندنا حتى دي 11 نكتبو دي 11 هنا كنكتبو واحد مثلا واحد لا بلاج. كنديرو جوج نقط، اللي كندير جوج نقط كنعتبرو هذا هو بلاج، اللي كندير نقطة فاصلة مثلا اللي درت دي 11 نقطة فاصلة دي 4 درت نقطة فاصلة دي 11، يعني بحال قلت لي لا سيلول هنا هاد لا سيلول وهاد لا سيلول فقط، اللي كندير جوج نقط يعني هاد لا سيلول من دي 4 حتى دي 11 ندير نقطة فاصلة. الكاركتير هو كما قلت لكم ديما الكاركتير خاص يكون ما بين لي كيومي، ندير سوبيريور او ايكال 10 ونسد لي كيومي ونسد القوس، يعني شحال مرة جاتني واحد الكوموند اللي هي سوبيريور او ايكال 11 ثلاثة المرات، هاي الأولى هاي الثانية هاي الثالثة. هادشي بالنسبة لفونكسيون ام بي سي.
اللي باقي عنده شي اشكال اللي ما فهم شي حاجه يصيفط لنا ميساج بالنسبه لباج فيسبوك، حنا معاك، مرحبا بالجميع. الهدف انكم ان شاء الله تستافدوا من هذه لا فورماسيون. دابا نشوفوا ان شاء الله بالنسبه لا فونكسيون ام بي سي اونسومبل. علاش كنستعملوا هذا الام بي اونسومبل؟ حيت عندنا في لا فونكسيون ام بي سي عندك واحد الكاركتير، يعني عندك تقدر دير واحد تحسب العدد ديال السيلول اللي فيهم واحد الكاركتير. هنا ملي كيكون عندك واحد لو سوم ديال لي كاركتير، واحد المجموعه ديال لي كاركتير. هنا بالنسبه لفونكسيون سي كي سي كيكون بالنسبه لفونكسيون ام بي سي عندها لي ليميت حيت عندها واحد لو كاركتير، يعني خاصنا واحد لا فونكسيون جديده اللي هي ام بي سي اونسومبل دي كاركتير، يعني واحد المجموعه ديال لي كاركتير. بالنسبه للسنتاكس ديالها كيكون عندي هو ايغال ام بي سي بون اونسومبل. هنا اونسومبل يعني اونسومبل دي كاركتير، كيكون عندي هنا لا بلاج اللي فيه لي كاركتير الاول، ابخي كنديرو لا بلاج اللي فيه لي كاركتير الثاني وكنديرو مع الكاركتير ديالو. نشوف واحد الابليكاسيون باش نفهمو اكثر. On suppose que vous souhaitez connaître le nombre des femmes ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. يعني عندنا جوج ديال لي كاركتير، لا كاركتير الاول تكون فام، الكاركتير الثاني تكون عندها واحد الموان سوبيريور ا 10. يعني بالنسبه لا فونكسيون سي عاديه، لا فونكسيون ام بي سي عندك دير واحد دير لك لا روش على حسب واحد الكاركتير، واش فام مثلا ولا تحسب لك ايغال سوبيريور ا 10. هنا لا فونكسيون سي اونسومبل كتجمع لي جوج ديال لي كاركتير مره واحده، يعني بغيت ندير لها ريشيرش شحال من مره عندي في هذاك لو سونداج ديالي، شحال من مره وعندها واحد الموان سوبيريور او ايغال ا 10. يعني نمشيو هنا لا فونكسيون ام بي سي اونسومبل. هنا عندي فام، عندها انواع كما قلنا دي كونديدا. بالنسبه لي كونديدا كيكونوا اوم فام. هنا عاوتاني كما قلت لكم كيكون دي كا سامبليفي. بالنسبه لكاريير كيكونوا بلو كومبلكس، يعني كيكون عندي واحد العدد كبير ديال لي كونديدا. هنا عندنا بغيناها تكون فام ويكون عندها موان سوبيريور او ايغال ا 10، بغينا نعرف شحال من فام عندها، شحال من فام عندنا وعندها موان سوبيريور او ايغال ا 10. هنا كنستعملو فونكسيون ام بي سي اونسومبل كاركتير. هيا السنتاكس ديالها كنديرو البلاج الاول الكاركتير الاول نقطه فاصله، البلاج الثاني الكاركتير الثاني. يعني هنا ندير البلاج الاول، ندير لو سيليكسيون ديال البلاج الاول. بالنسبه للكاركتير اللي كنقلبو عليه، واش كنقلبو على اوم كنقلبو على فام؟ يعني كنديرو مثلا هنا غيومي كنكتبو فام، كما قلت لكم خاصني نكتب فام كما مكتوب عندي هنا في الطابلو، كنسد غيومي. هذا هو الكاركتير الاول اللي كنقلب عليه. الكاركتير الثاني خاص عندها هاد المويان يكون عندها هاد المويان سوبيريور ا 10، يعني خاص هاد المويان يكون عندها سوبيريور او ايكال ا 10. يعني كتبت 10، الثاني خاصني نسد غيومي ونسد القوس. يعني عندي ثلاثه ديال لي فام اللي في هاد لي كونديدا، عندي ثلاثه ديال لي فام اللي عندهم المويان سوبيريور او ايكال ا 10. يعني هنا كنقلب على جوج ديال لي كاركتير، الكاركتير الاول خاصها تكون فام، الكاركتير الثاني خاصها تكون عندها الموين كبر من 10. الا قلبت على هنا غير الكاركتر ديال الفام، شحال من فام عندي؟ وحده، عندي جوج، عندي ثلاثه، عندي اربعه، عندي خمسه ديال لي فام، عندي خمسه ديال لي فام. بالنسبه لي بيرسون اللي عندهم الموين كبر من 10 عندنا واحد جوج ثلاثه اربعه وخمسه، ولكن انا بغيت تكون فام، بغيتها تكون فام وعندها الموين سوبيريور ا 10. يعني شحال من فام عندها الموين سوبيريور ا 10؟ عندي وحده، هادي فام، هاد الثانيه الثالثة. بالنسبة لهاد فام عندها موين أقل من 10 وهادي عندها موين أقل من 10، مكتحسبوش جوج مكتحسبوش، يعني كيبقاو عندي تلاتة ديال لي فام اللي عندهم موين سوبيريور أو إيكال أ 10. كنتمناو أنكم استفدتو معنا بالنسبة لهاد لو بارسي. متنساوش ديرو أبوني لاشين باش يوصلكم إن شاء الله ديما الجديد، أو تبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد إن شاء الله، وتجيبو دي نوت مزيانين. بون كوراج، الله يعاونكم، مرة حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.